شاء الله هو ناخذ الباك تاعي اللي سقطت داك العمود الصغير تاع من حياتي، ناخذ ان شاء الله هذا العام هذا. علاش لا شي خدمه زوينه الا سرنا الله، ولا اللي يجرى على برا كاع ان شاء الله يصيفط لنا الوالد شي ورقه وكذا ونمشيو عنده ان شاء الله باذن الله. امنيه سنه 2022 هي نلقى شي خدمه ان شاء الله في المغرب، في الخارج المغربي ان شاء الله. وثاني حاجه كلشي ساهل، ما الا بغيتي تخدم خصك ضروري الدبلوم. كنتمنوا اننا ان شاء الله 2022 تحقق علينا بجميع ان شاء الله كاع النجاحات اللي نتمناوها، والشباب وكل شيء التفتوا للشباب والتفتوا لهذا النظره كامله، وان شاء الله هذا الوباء هذا يبقى عندنا خلف ان شاء الله، اما سلف وان شاء الله نحققوا كاع الامور اللي نتمناوها في 2022 كاع الشباب واللي عنده شي طموح يوصل ليه، وهادشي اللي بغينا ان شاء الله. الله يخلينا والدينا. كنتمنى في 2022 انه تكون انا مستقبل زائر الحمد لله، والشباب يرتقيوا من الاحسن الى احسن، وكنتمنوا ان شاء الله يرتفع عندنا الوباء هذا ونزيدوا لقدام ان شاء الله، لان المغرب زوين وزوين بزاف بزاف ديال الحوايج، لا من ناحيه اقتصاديه لا اجتماعيه لا بزاف ديال الحوايج، هو ان الشباب هما اللي كنقولوا هما الدافع والحافز اللي غادي يزيد لقدام بينا ان شاء الله عز وجل. كنتمنى اول حاجه اللي كيتمنى اي انسان اي شخص على وجه الكره الارضيه عفوا هي الصحه، اول حاجه هي صحيحه، وكنتمنى ان شاء الله تدخل علينا 2022 ان شاء الله يحيد عنا هذا الوباء ديال كورونا، وترجع الحياه نرجعوا ان شاء الله للحياه الطبيعيه ان شاء الله، علاش لا، وترجع ان شاء الله المياه لمجاريها، ونتمنى ان شاء الله تكون سنه الخير علينا وسنه ضوئيه ان شاء الله باذن الله. تنوجد لباك نفرح والديا الاولى، حيت داك العام مسكينه مرضات وكذا وهاجي، ومتاش هذا العام ثاني تفقس وكذا، انا ان شاء الله نجد لباك نفرحوها وصافي. الامنيه تاعي هي صراحه تحيد هاد كورونا وترجع الحياه كيف كانت قبل، والقرايه تاعي ترجع كيف كانت قبل، حيت فريمون تزيرنا بزاف، ما حتى حاجه ما بقاتش كيف كانت، الحياه ما بقاتش زوينه كيف كانت، تبدلوا بزاف الحوايج، ولاو الدراري صغار تعانيو من الاكتئاب، يعني بنادم واحد تلقى عنده 18 عام 19 عام تعاني من الاكتئاب، القلق بزاف الحوايج، يعني فريمون تنتمنى تبدل هذا الشيء وترجع الحياه كيف كانت، وان شاء الله نكمل قرايتي تانا ونوصل فين بغيت ونفرح الوالدين ديالي ان شاء الله. رفعنا الله هذا الوباء ان شاء الله في 2022، والامنيه الثانيه ان شاء الله اني نقبض الباك حين تعاودت الباك بينكم، والامنيه الثالثه ديالي بين تجوج، هذا الشيء اللي كاين بين تجوج ان شاء الله، هذا الشيء اللي كنتمناو في 2022 الصحه والسلامه وطولة العمر، وتحيد علينا هذا الوباء يا ربي، ونعيشوا بدون حجر بدون حتى شي حاجه، وكاع اللي كيتمناها اي واحد تحقق ليه الخدمه الزواج، والله يستر الجميع والله يوفق الجميع، والله يعطيني حتى انا شي تزويجه وشي خدمه ان شاء الله، وكل لاباس عليا وشكرا بزاف، والله يستر الامور لاي واحد ان شاء الله. كنتمنوا ان شاء الله 2022 تدخل علينا بالصحه والسلامه والعافيه، يرفع علينا هذا الوباء باش ترجع الحاله طبيعيه مع الناس، كلشي تقهروا زعما هادشي اللي وقع في 2021. الأمنية ديالي في 2022 هو نشري موطور كبير وتليفون جديد، هذه هي الأمنية، ومشي إسبانيا والأمريكا. الأمنية ديالي في 2022 وهي أنني كنطالب الدولة أنها تحسن الوضعية ديال الشباب في المغرب. المهم قريت في دومين، دابا خدام في دومين واحد آخر، اللي بغيت نقوله هو كالاتي: ريغاردو موا جو سوي لو ماروك دون با لي شوماج لا كريز مي سي ما كو لا كومبا جو في او كوتيديان مي سي كو تي ني كوني با كو تي ني لو كومبرون با جو سون با دو شي توا جي غراندي لوان دو ميليو ايزي افيك دي بارون كي نو بارلي با امو دو فرونسي دي بروبليم فينانسي دي كليجي لو دارون دا شونتي افيك لو دو كاسي pour pouvoir les aider, j'ai ta fait au lycée, car on a toujours dit que le diplôme va ramener un métier. J'ai passé mes soirées à bosser d'arrache-pied, mes enfants leur faire quitter la cité. Je suis en 2022, Inch'Allah, je n'ai pas de travail, c'est la première fois, parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail.